الفوز من نصيبنا ونوصل للنهائي وعلى حساب الفريق الملكي. مكملين الأخبار، وتاني خبر معانا هو تهنئة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي للاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز طبعا زي ما قلنا على بطل أمريكا الشمالية وتأهل لدور قبل النهائي للمونديال، وأشاد بالأداء الرجولي اللي ظهر من كل اللعيبة والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير في كل مكان، وأكد على أن ثقته في اللعيبة وجهازهم الفني ملهاش حدود، وأن اللي حققوه في المباريات اللي فاتت بيزيد من مسؤوليتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم اللي واقفة ورا الفريق في كل المناسبات، وعشان كده طالب الجميع إن هو يبذل كل الجهد والتركيز المضاعف للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية إن شاء الله.